أعزائي آه آه مثل ما مثل ما شفتوا وصلنا إلى هذا الإكزامبل وصلنا إلى هذا الإكزامبل ف آه, مثل ما تذكرون تحدثنا عن البلاني كريدل Formula فهذا اكزامبل شلون نطبق هذه الفورمولا هذا اكزامبل شلون نطبق هذه الفورمولا آه لاحظ هنا Uh, using, this, using the -Cradle formula, estimate, uh, يطلب من عدنا تقدير the, yearly use. the yearly use يعني حاجة الماء السنوية حاجة الماء السنوية for لمحصول قصب السكر uh, والداتا اللي جمعناها uh, هنا موجودة في هذا التيبل الداتا اللي نحتاجها موجودة في هذا التيبل طبعا لاحظ هذا التيبل منطينة المونث منطينة المونث الشهر لاحظ هنا اشهر سنه كامله من جانوري الى ديسمبر اه 12 شهر اه ايضا منطيني قيمه المين مونثلي تمبرشر تي منطيني قيمه تي لاحظ هنا يعني قيمه التمبرشر بالسلسيوس بالدرجه المئويه منطيني اياها كمعدل لكل شهر فجانوري 13.1 مثلا في اشهر الصيف هذه جولاي مثلا هذا جون 33 33 جولاي 30 والى اخره فهذا معدل درجة الحرارة هذا معدل درجة الحرارة بحسب الشهر أيضا انتبهنا monthly كروب كوفيشنت كي قيمة كي قيمة كي أيضا معطيني إياها ذكروا ذكروا كنا نحتاج قيمة كي بالبليني كريدل فورميلا كنا نحتاج قيمة كي قلنا أساسا هي البليني كريدل فورميلا الكونسبت فيو k كي تايمز اف وكنا ناخذ القيم كي كنا ناخذ قيم كي من هذا ال من هذا الجدول من هذا الجدول فالآن معطيني إياها طبعا هذا مو دائما هو هذا عدد محصور من المحاصيل مثل ما تشوفون فهنا المثال جاي يتحدث عن الشوغر كين المثال جاي يتحدث عن الشوغر كين فقيمة كي معطات هنا قيمة كي معطات monthly crop coefficient كي هذه قيمة كي الثابت أو الconceptive conceptive use constant الثابت اللي قلنا هو empirical constant هذا معطيني إياه في هذا الجدول لكل شهر معطيني إياه في هذا الجدول لكل شهر من أشهر السنة أيضا معطيني ال percent sunshine hours ساعات أو نسبة ساعات ضوء الشمس نسبة ساعات ضوء الشمس اللي يستفيد منها النبات اللي قلنا عادة نستخرجها من هذا التيبل اللي قلنا نستخرجها عادة من هذا التيبل بحسب اللاتيتيود بحسب الـ أو خط العرض أو طبعا نفس أيضا بالنورث بالنورث هيمسفير في نصف الكرة في نصف الكرة الشمالي اللي احنا بيه فمن هذا الجدول بحسب أشهر السنة أيضا استخرجنا قيمة P استخرجنا قيمة P وخليناها هنا طبعا ممكن ممكن أنه أحيانا أعطيك ربما يعني أرجع لهذا الجدول ما أعطيك القيم مباشرة وإنما أعطيك اللاتيتيود أعطيك وأنت تطلع قيم P من هذا الجدول. لأن هذا الجدول راح يكون موجود أيضا ضمن الجداول اللي تعطى لك بالامتحان أو اللي تقدر أنت يعني موجودة أيضا في ورقة المعادلات اللي قلنا إنه تدخل وياك في الامتحان وتقدر على ضوءها تطلع قيمة P أو تحتسب قيمة ب. فانتبه هذه البي الآن معطاة ولكن في كثير من الأحيان في بعض المسائل ما اعطيك قيمه بي انت اللي تستخرجها، انت المفروض تستخرجها من الجدول اللي قلنا انه عاده يكون معطى لك في في الامتحان، يعني تعرف منين تجيبه. سواء احيانا في اذا واجب انت تعرف منين تجيب هذا القيمه قيم بي او في الامتحان يكون مع الجداول المعطاه لك. فهذه الاشياء هذه تقريبا كل الاشياء الاساسيه اللي نحتاجها في معادله في المعادله الخاصه بالبليني كريدل يعني هذه المعادله مثل ما تلاحظون هنا الاف موجوده بي موجوده تي فنطلع قيمه اف وايضا موجود قيمه كي فيمكن انه نحتسب قيمه يو آه uh, هنا راح اروح للحل هنا راح اروح للحل هذا الحل هنا موجود solution هذا solution فهذه معادله مره ثانيه هذه معادله البليني كريدل ايكويشن هذه الكونسبتيف يوز هذه هنا uh, اليو الكي مثل ما شفنا معطات الكي هذه قيمتها معطاة هذه كي البي uh, البي ال هذه معطاة ايضا موجوده مقسومة على 100 مضروبة في 1.8 times t t أيضا موجودة عندنا. فكل القيم تقريبا موجودة كل القيم مثل ما تشوفون هنا موجودة حتى نطبق بهذه العلاقة حتى نطبق بهاي العلاقة اللي تشوفوها هنا حتى استخرج قيمة المونثلي كونسبتيف يوز هذه المونثلي كونسبتيف يوز ومثل ما قلنا تكون محسوبة بالمليمتر انتبه للوحدات البي عادة رقم رقم تاخذ من الجدول الكاي ايضا رقم تاخذ من الجدول التمبرتشر تاكد انه بال... اذا طبق هذه العلاقه اذا طبق هذه العلاقه تاكد انه تحسبها بالسلسيوس بال يعني الدرجه المئويه فالنتيجه راح تكون بالمليمتر انتبه زين للوحدات اللي لما تطبق بيها انتبه زين لهذه الوحدات فتكون بالمليمتر النتيجة راح تكون بالمليمتر شلون تركب هاي العلاقات بالنهاية قلنا دائما انه هذه equations. هذه equations هي empirical تجريبية كلها تجريبية فاليو كانت اليو اساسا محسوبة بالمليمتر فهنا اجا لكل لكل شهر من اشهر هذه السنة لكل شهر من أشهر السنة موجودة القيم مثل ما تشوفون فيحتسب قيمة الـ conceptive use بالمليمتر يحتسب قيمة الـ conceptive use بالمليمتر هذه اللي تشوفوها هنا الآن values of monthly conceptive use calculated from the above formula uh, have been tabulated in the last column هنا خليناها في هذا الـ الرابع عفوا الخامس هذا العمود الخامس قيم هذه الـ Conceptive Views من حسابات هذه المعادلة حطيناها هنا لذلك الـ Yearly Conceptive Views إذا نجي نجمع إذا نجي نجمع هذه الكميات كلها بالمليمتر فيصير مجموع الـ U Sum of U هنا وأحولها للمتر راح يكون 1.75 يعني بالمليمتر راح يكون 1750 1750 مليمتر مجموع هذه القيم مجموع هذه القيم فمن لما تحول الى المتر آه هذا يعني آه آه انه الحاجه السنويه لهذا المحصول محصول قصب السكر محصول قصب السكر الحاجه السنويه الى راح تكون واحد و75% آه متر يعني 1.75 متر اوف water needed فور this crop هذه آه هذه الكميه هي اللي يحتاجها آه قصب السكر هنا آه في خلال اشهر السنه طبعا هذه الكميه مثل ما تلاحظون هنا تختلف تختلف من اشهر الى اخرى يعني اشهر الشتاء مثل ما تشوفون الجانوري ديسمبر مثلا تكون ال ال views يكون قليل conceptive views يكون قليل خصوصا انه temperature لاحظ هنا temperature تكون قليلة temperature هنا تكون قليلة في حين في اشهر الصيف الجون جولاي اوغست لاحظ القيم عالية temperature قيم درجة الحرارة عالية والconceptive views لاحظ هنا conceptive views تكون عالية أشعة الشمس تكون عالية أيضاً أو percentage sunshine hours تكون عالية فهنا لاحظ راح تكون ال... راح يكون الكونسبتيف أو الاستهلاك الماء أو الحاجة للماء راح تكون عالية في هذه الأشهر وطبعاً لاحظ هنا شهر جولاي أو الشهر السابع هو أعلى هذه الأشهر شهر جولاي أعلى هذه الأشهر وطبعاً هذا بلي لاحظ هنا درجة الحرارة في جولاي يعني مو فد شيء عالي 30 يعني عندنا في العراق توصل الى ما يقارب ال50 فتوقع رقم عالي جدا للحاجه للماء اتوقع رقم يكون عالي جدا للحاجه للماء فهذا حل المثال الاول خلي نروح على المثال الثاني نروح على المثال الثاني كان هذا هو المثال الثاني Calculate the amount of water required احسب كمية الماء المطلوبة لسقاية حقل with an area في مساحة 160 مشارع أو دونم من بداية أبريل من بداية شهر الرابع to the first of September إلى بداية الشهر التاسع يعني راح تحتاج إلى أشهر الرابع الخامس السادس السابع والثامن ابريل، ماي، جون، جولاي، اوغست فخمسة اشهر راح تحتاج بيانات خمسة اشهر. Uh, هنا معطي uh, if the annual consumptive use is 0.9 متر الـ consumptive use السنوي، consumptive use السنوي هو 0.9 متر uh, يعني 90 سنتيمتر. الـ consumptive use السنوي 90 سنتيمتر. ال percentage of that concept of use نسبة نسبة uh, النسبة من هذا ال من هذه الحاجة الكلية أو السنوية للماء لكل شهر من أشهر السنة هي معطاة for five months are tabulated below هي معطاة uh, في هذه في هذا الجدول فلاحظ مثلا 8.6% يعني 8.6% بالعشرة بالمية من الحاجة السنوية للماء آه راح راح تصير في ابريل آه في شهر ماي تسعة آه وثلاثة بالعشرة في شهر جون ثلاثة واثنين بالعشرة بالمية من الحاجة الكلية للماء آه في آه لهذا الحقل فهذه نسب مئوية هذه اللي تشوفها هنا هي النسب مئوية لاحظ هنا percentage consumptive use from the annual use فهذه نسب هذه نسب من الكمية المطلوبة سنويا ف ايضا the application كفاءة استعمال الماء هي 48% والفقدان تقريبا 20% في القناة القناة اللي توصل الماء الى هذا الحقل الفقدان بها تقريبا 20% الفقدان هو 20% ذكر مساحه الحقل 160 مشاره مساحه الحقل 160 مشاره او دونم فيريد يحسب كميه الماء المطلوبه يريد يحسب كميه الماء المطلوبه للري انتبه يريد يحسب كميه الماء المطلوبه للري شلون راح نحل هنا أه هذا الحل هنا هذا سوليوشن أه الاريا خلي نحولها للسكوير ميتر الاريا خلينا نحولها سكوير متر مثل ما تعرفون المشارة او الدونم 205 او 2500 سكوير متر او 2500 متر مربع فيطلع المجموع الكلي تقريبا شيء يعني 400 متر مربع ايضا هنا الـ annual consumptive use اللي هو 0.9 متر ممكن نحوله الى سنتيمتر ممكن نحوله الى سنتيمتر فصار هنا 90 سنتيمتر طبعا نجي الى هذا الجدول نجي الى هذا الجدول ممكن نخلي آه, نخلي رو ثاني نخلي رو ثاني آه, تحت ال هذا الرو الخاص بالبرسنتج كونسبتيف consumptive use from the annual use آه, فنجي نحسب الكميه محسوبة بالسنتيمتر كونسبتيف يوز محسوب بالسنتيمتر لكل شهر فكونسبتيف يوز فور مانث اوف ابريل مثلا هذا مثال آه راح يكون هذه ال 8.6 مقسومة على 100 لان قلنا هذه نسبة مئوية قلنا هذه نسبة مئوية هاي ال 8.6 هي نسبة مئوية قلنا فمقسومة على 100 مضروبة في ال الـ Annual Conceptive Views هذا Total Annual Conceptive Views هو قلنا 90 سنتيمتر ف 8.6% من 90 سنتيمتر ايش كم راح يكون؟ راح يكون 7.74 سنتيمتر فهذا هذا الـ Column نخلي به الـ Conceptive Views لكل شهر بحسب النسبة المئوية من التسعين من آه سنتيمتر من التسعين سنتيمتر اللي هي الحاجة السنوية آه للماء آه هذه النسب راح نخليها هنا مثل ما تشوفون فهذه آه نفس هذه الحسابات تتكرر لكل شهر من هذه الأشهر الخمسة الحسابات نفسها تتكرر لكل شهر من الأشهر الخمسة تنتج عندي هذه القيم راح تنتج عندي هذه القيم اللي تشوفوها هنا آه مجموع هذه القيم مجموع هذه القيم للأشهر الخمسة مجموع هذه القيم للأشهر الخمسة لاحظ هنا ستين وثلاثة بالعشرة يعني واضح أنه هذا آه، آه، أنه هذا المحصول يمتد إلى أشهر أخرى إحنا, إحنا هنا جاي نركز على خمسة أشهر فقط خمسة اشهر فقط، فالكونسبتيف يوز لخمسة اشهر انتبهنا هنا، الكونسبتيف يوز لخمسة اشهر من هذا من عمر محصول من عمر هذا المحصول آه هي 60 آه هي 60.3 سنتيمتر. الكل مثل ما قلنا 90 ولكن لهي الخمسة اشهر هو 60 وثلاثة بالعشرة. 60.3. طيب إذا حسبنا التوتال كونسبتيف يوز فور 5 مانثس فور 5 مانثس انتبه هنا. راح يكون ستين وثلاثة بالعشرة سنتيمتر. أيضا نحتسب التوتال افكتيف رينفول في هذه الأشهر الخمسة المجموع 10.7. هو هذا معطى أساسا الافكتيف رينفول يعني لكل شهر لكل شهر الافكتيف رينفول كمية الأمطار اللي يستفيد منها النبات كمية الأمطار اللي يستفيد منها النبات أو يحتفظ بها النبات. هي هذه لكل شهر فالمجموع 10.7 مجموع 10.7 سم الان النبات يحتاج في هذه الخمسه اشهر الى 60.3 آه يحصل على آه 10.7 من, من المطر يحصل على 10.7 من المطر الفرق اذا يحتاج الى 49.6 يحتاج الى 49.6 بالتاكيد هذه يحصل عليها من الري هذه الكمية 49 الفرق يعني هاي الكمية الفرق الفرق ما بين حاجة حاجة المحصول للماء وما بين الأمطار اللي سقطت هي 49.6 هذه المفروض يحصل عليها من الري هذه المفروض تجي من الري الآن إذا حولناها إلى volume حولناها القيمة بالدبث مثل ما تشوفون نحولها الى فوليوم بالتاكيد راح نضربها بمن راح نضربها بالمساحه ف 49.6 نقسمها على 100 حتى نحولها الى متر نضربها في ال 400000 سكوير متر اللي هي مساحه قلنا 160 مشارة يطلع هذا بالكيوبيك متر هذه بالمتر المكعب 198400 متر مكعب هذا هذه اللي يحتاج هذا اللي يحتاج هاي الكمية اللي يحتاجها النبات طبعا لازم ناخذ بنظر الاعتبار انه آه راح يكون عندي فقدان 20% بالقناة فقدان 20% من القناة ومو كل الماء اللي آه اللي يوصل الى الحقل راح يتم استعماله لا uh, 48% of the water will be uh, will be the effective uh, Water أو application efficiency is 48% يعني كفاءة استعمال الماء 48% فقط آه لذلك أقسم هذه القيم أقسم هذه القيم على 0.48 و 0.8 يعني هو الاستعمال راح يكون 0.8 لأن قلنا 20% losses فالنتيجة راح يطلع عندي رقم أكبر من هذا الرقم اللي شفناه يعني هذا الرقم اللي لازم أخذه من الـ لازم آخذ من المصدر المائي وأضخه بالقناة راح يروح 20% من عنده losses وراح يوصل إلى النباتات تقريبا uh, 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 52% of this amount will be lost and 48 will be used يعني 48% يستعمل فهذه الكمية من ال هذه كمية من cubic ميتر of water will be required هذا هو المطلوب لروا هاي المية وستين دونم من الأرض الزراعية. إن شاء الله تكون واضحة هذه الحلول. أتوقف هنا وأكمل إن شاء الله على المواضيع القادمة. السلام عليكم.